في 7 أكتوبر بدأ بعض أعضاء فريق ورد بتجهيز مركز للفريق في مدينة طرابلس ليكون الخطوة الأولى للعمل في المدينة بشكل جدي. استمر العمل لخمسة أيام، كانت فيها جهود عظيمة وإتقان كبير، أيضا كان فيها من التعب والراحة الجد والمزاح نصيب. وخلال العمل على المركز حضر لما سنتكلم عنه، ألا وهو برنامج همسات وردية. همسات وردية برنامج يتناول المواضيع النفسية، فكانت وقد عرضت الحلقة الأولى في 13 أكتوبر، والتي تحدثت عن أهمية الدعم النفسي في مجتمعنا الشبه محطم نفسيا. أما الحلقة الثانية فكانت في 20 أكتوبر، وكان موضوعها الفرق بين الطبيب النفسي والأخصائي النفسي. الحلقة الثالثة في 27 أكتوبر، وتكلمت عن الضغوط النفسية. الدورة التدريبية دورة بدأت في 23 أكتوبر وانتهت في 26، وكانت الغاية منها نشر مبادئ الدعم النفسي لتصل للجميع. خبز وملح، حملتين قام بهما الفريق كانت فيهما جهود جبارة. نزل التقرير عن الحملة الأولى في 23 أكتوبر، أما تقرير الحملة الثانية فقد نزل في 29 أكتوبر. ولنختم تقريرنا الشهري بالتذكير بزيارة قام فيها فريق ورد إلى حي التنك في 23 أكتوبر. كان معكم عبد الحسامي.